السلام عليكم، تحياتي للجميع وخالص التعازي لعائلة الفقيد الكابتن علي هادي، أيضا للعزيز الغالي الكابتن حمزة هادي والعزيز حيدر حمزة هادي. يعني بصراحة وفاة الكابتن علي هادي خبر وفاته كان فاجعة كبيرة بالنسبة لي والكثير من اللاعبين والرياضيين في كل مكان والكثير من الناس. هذا الرجل كان معروف بشجاعته أيضا وبطروحاته المهمة، ايضا بامكانيته الفنيه اللي كان ممكن مستقبلا تكون افضل وافضل، لكن الله سبحانه وتعالى اختاره. اتمنى يا ربي ينطيهم الصبر والسلوان لعائلته، واكيد هو في جنات الخلد يا رب. ادعي له دائما وندعو له بالرحمه والمغفره. وايضا تمنياتي للكابتن احمد راضي والكابتن تحسين عسل والكابتن علي كريم وكل كل كل الناس المصابة، أتمنى أنه يتشافون بأسرع وقت ويرجعون إلى أحضان عوائلهم، لأن يعني بالتالي ما يعني مو قادرين نفقد شخص عزيز آخر، يعني من كل ناسنا وأهلنا وشعبنا وبلدنا في كل مكان. وأتمنى أنه الانتباه من الناس، يعني اليوم إحنا كنا دائما كنا بما فيهم المتحدث كنا مستهزئين بهذا المرض بهذا الوباء، لكن اليوم نشاهد أنه بدينا نفقد ناس وبدأ يظهر ويوضح لنا هذا المرض، أنه إحنا بأي لحظة نقعد نشوف شخص من أهلنا وناسنا نفقده. فأتمنى أيضا الانتباه على هذا الموضوع، وأدعو زملائي اللاعبين الرياضيين المدربين الإعلاميين الرياضيين الكل للخروج بفيديو تشجيعي دعم لكل المرضى لكل المصابين في سبيل يشجعوهم أكثر على التواصل على التمسك بالحياة على التمسك بالأمل. إرادة رب العالمين موجودة نعم، لكن أيضا نحن نحتاج إلى التشجيع دائما. فلذلك أتمنى من زملائي جميعا الظهور بفيديو تشجيعي لكل المصابين إذا كان نعرفهم وإذا كان ما نعرفهم، بالتالي هذول أبناء شعبنا الغالي. وأتمنى تكون هذه الفترة هي فترة قصيرة جدا تنتهي وتخلص وتكون على خير يا ربي. يمكن انا من الناس اللي ما اخرج فيديوهات كثيره، لكن اشوف انه من الضروري جدا اليوم انه ندعم ناسنا وكل المصابين. تحيه للجميع، وربي يحميكم ويحرسكم دائما.